الجزارة معروف ان هي مهنة رجالة، مش ما فيش ستات كتير فيها يعني. كان في الاول كان كله فاكر ان انا مش هقدر عليها يعني، كله يعني عارف ان دوت سوق كله حيطان يعني، مش هعرف اسلك انا فيها، بس الحمد لله طلعت قدها. هي معروف ان هي يعني مهنة معلمين جامدة يعني، مش اي حد يشتغل جزار، وانك تدخل فيها بقى انت كده قلبك ميت يعني. فانا الحمد لله قلبي ميت. البداية بتاعتي كانت بتاجر مواشي وغنم قبل الجزارة خالص. انا هكلمك على اول ذبيحة ليا خالص. انا اتحطيت امام امر واقع، اتحطيت قدام عجل واتبحي يا معلمة. فطبعا العجل ده كان غالي عندي شوية، ان انا اصلا العجل متربي مع عندنا، والاكل وشرب كل يوم بيتحطوا بايديا، حتى ليه صور معايا كده يعني، هو كان بيحب التصوير. اذبحي العجل بقى دوت، احنا عايزينك انت تذبحيه دلوقتي. انا عيطت وانا بذبحه، انا عيطت من غلاوته، انا عيطت وانا بذبحه. هو متكتف وانت لازم تجيب السكينه مره واحده وانتهى الموضوع. لا انا والله ما اديت نفسي فرصه ان انا ابص، انا شطيته وطلعت بره. هما ليهم غلاوه عندي، بس انت حاجه متربيه ما عندك في البيت واكلها وشربها، انت كل يوم قاعد معاها بكام ساعه، فصعب جدا ان انت تسيبها. هو عموما بعد العيد بتحس ان الدنيا هنا صحراء وشكلها بقى محزن يعني. هما كده دول حبايبي، انا بعشقهم، هما بعشق وجودهم كده معايا، بس انا بحب وجودهم، بحبه. ان انت تخش المجال ده وتخش السوق ده، لا ده انت لازم تكون مجمد قلبك 100% وداخل بقى وجامد قوي، لانك هتقابل كتير ولازم تكون قد الكتير ده. انا بطمح برضو وانا نفسي احقق الحلم ويبقى سلسله محلات جزاره جنبها سلسله مصامت. انا بعشق شغل المصمت جدا، بحب اطلع شغل المصامت، طواجن بقى، الكوارع، الكرشه والممبار والحاجات ديت، الفته. انا يعني استاذه في الموضوع ده قوي 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 يعني. الحمد لله ايدي والشغلانه هي ما بقتش شكل ايد سته خالص، هي بقت عباره عن ايد رجاله يعني. هي المانيكير بتاعها هو الدم غير اي حد تاني، المانيكير بتاع ايدي انا ايه هو الدم. ما بزعلش لما تتخدش، ما بزعلش لما تتعور، انا يعني منظرها ده مش مزعلني لانه منشأة. فايدي انا مش زعلانه منها ان هي متعوره، ان هي على طول خشنت، لا ده شرف ليا. دير كانت بتترعب من حاجه اسمها دم. انا لما كنت بشوف الذبيحه قدامي وهي بتتذبح، انا كان ممكن انا ما اكلش من الذبيحه دي نهائي. فلا دلوقتي قلبي بقى حديد. احنا عندنا هنا في عنبر، انا مسميه عنبر المجانين، دي البهائم المطلوقه. البهائم المطلوقه ديت ملهاش امان، صعب انت تتعامل معاها شويه يعني، وصعب ان واحد غريب اصلا يخش عليهم، بس هي هتلاقي نفسك طرت كده، خدت نطحه طرت بقى ما تستحملهاش. هما المعامله معاهم صعبه شويه عن البهائم المربوطه. حصل موقف معايا، انا كنت يعني برضو طالعه لايف على الفيس وبتكلم على حجز الذبايح وكده عشان العيد، والعجل جاي من ورايا عمال يخبطني في ظهري براحه براحه، انا هو يعتبر لعبهم يعني، هزارهم معايا. طبعا انا مش مدياله وش، راح الاستاذ شايلني على راسه طيرني في الهواء قلبني في الطواله. ولا لا، والتليفون في حته ولا حته. لا والله انا كله كان خايف عليا، لان انا يعني هو باين وانا طايره. هو يعني يعتبر المعامله مع العجول اساسا يعني الغلطه بموت. في منهم بيجوا يقربوا مني بيلعبوا معايا وهادين، وفي منهم اللي هو عنيف شويه يعني، لعبوا عنيف شويه ما استحملوش يعني. انا اكذب لو قلت انا استحمله يعني، انا جربت كده وجربت كده.